لم تمر ليلة رأس السنة بسلام وأمان في العاصمة برلين ومدن ألمانية أخرى كما كان الحال عليه في السنوات الماضية، إذ تعرضت العديد من دوريات الشرطة وعناصرها وبشكل خاص في العاصمة برلين للهجوم، إذ تكثفت هذه الهجمات على الشرطة ورجال الإطفاء ووحدات النجدة من قبل مجموعات شابة يفترض أنها تنحدر من أصول أجنبية بواسطة الألعاب النارية. وبحسب شرطة برلين فقد تعرض 41 عنصرا من الشرطة للجروح التي تختلف درجة خطورتها، إذ تعرضت 33 دورية للاستهداف، وبدورها قامت الشرطة بإلقاء القبض على 159 شابا من الذين هاجموا الشرطة وقاموا بأحداث العنف هذا، بينما تعرضت 38 سيارة إطفاء إلى الاستهداف، ونتيجة لذلك جرح حوالي 15 رجل إطفاء. عندما يتعرض الأشخاص الذين يهتمون بسلامة وأمن المواطنين إلى الهجوم والاعتداء، عندما تتعرض صحتهم للخطر سواء بشكل مباشر أو عن طريق تأخير دوريات الشرطة للوصول إلى المنطقة التي يتعرض عناصرها للخطر ويكونون بحاجة إلى المساعدة، عندما يتعرض المشاة إلى الهجوم، إذ لدينا طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تعرض مع عائلته للهجوم بواسطة الألعاب النارية، فإن كل ذلك يجعلنا غير قادرين على منح هذه الاعتداءات الوصف الذي يليق بها ويدفعنا إلى التفكير حول كيفية مواجهة هذا الأمر والتصدي له. أثارت هذه الهجمات الكثيرة من الاستهجان والغضب سواء من قيادة الشرطة التي طالبت في بيان لها إعادة الحظر على استخدام الألعاب النارية في ليلة رأس السنة كما كان الحال عليه في السنتين الماضيتين، بينما صرحت نقابة الإطفاء إن هذه الأحداث تستدعي علينا التفكير من الآن حول القوانين التي يجب أن تتغير رأس السنة القادمة وكيفية الاحتفال بها. كما طلبت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بإنزال أقصى العقوبات على محدثي الشغب، وطلبت من السياسة الألمانية بتشديد القوانين لردع هؤلاء الأشخاص من تكرار هذه الأفعال. الانتقادات بدأت تتعالى مجددا حول منع استخدام الألعاب النارية في ألمانيا، إذ طالبت جمعية حماية البيئة بفرض حظر حول استخدامها بسبب إمكانية تحويلها إلى أسلحة واستخدامها ضد الآخرين وتخليفها لآلاف الأطنان من النفايات وجسيمات الدقيقة ذات التأثير السيء على البيئة، فضلا عن الخوف الذي تولده لدى الحيوانات. ومن جهتها أعلنت جمعية الألعاب النارية أنها قدرت مبيعاتها بحوالي 120 مليون يورو. دلشاد حاجي لقناة اليوم ألمانيا.